لكن في البداية مشاهدين الكرام دعونا وإياكم نتعرف على أبرز عناوين هذه الحلقة. منتخبنا الوطني للشباب يستهل مشواره في كأس العرب بالخسارة من المنتخب المصري. الاستقالات تهز بيت الاتحاد العماني لكرة الطائرة، وإثارة كبيرة تشهدها مسابقة دور الشباب للهوكي. وكرة الهدف جرس أمل في حياة المكفوف. وعالمياً برشم والبقالي ذهبوا العرب في مونديال ألعاب القوى.